المتظاهرون حملوا حكومة ذي قار المحلية والأحزاب الحاكمة مسؤولية تلكؤ المشاريع في المحافظة وعدم إكمال إكساء الطريق السريع وسيطرتهم على مفاصل المحافظة وتحويل الأملاك العامة إلى استثمارات خاصة. فنشاهد. ناس مستقلين لوجه الله تعالى، طالعين لا مدفوعين من حزب ولا من جهة ولا من فئة، بقول الله طلعنا من بيوتنا كلها قربة لوجه الله تعالى. هاي طلعتنا كافي فاسدة. الأحزاب الفاسدة هي اللي صادرت حقوق هذه المحافظة وتأخير المشاريع، وخير شاهد الطريق السريع الدولي الرابط بين محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى، وصادروا المستشفيات تحولت إلى كراجات. الأرصفة بعد محافظة ذي قار آخر حادث كم يوم صار آخر حادث اللي هو يتوجهون يشيلون البسطيات مال الناس الفقراء. آخر حادث اللي صار على الطريق، هو عائلة من أهل البصرة 5 نفرات وبعد الدكتور من أهل محافظة ذي قار، والله وبالله ما يدرون بهذا الشارع لأن هو يدخل الطيارات. طبعا احزاب الها يد واحزاب متنفذه وتحاول عرقله المشروع مرصوده امواله كامله، لكن فئه معارضه فئه اخرى، والساير الضحيه هو الشعب المسكين. بس والله ما نسكت بعد، نقول لهم ما نسكت. اذا ما هو الحل وما هو البديل؟ الحل